متعة طيبة إن شاء الله. عزيز عبد العزيز البكر شكرا ل طاقم فابينيو كانتي حسام عوار. هي أفضل بداية للنادي في تأكيد أن الجميع ينتظر مباراة مفتوح. فابينيو على الجهة اليسرى الحضور اللافت بالتأكيد لغض النظر أيضا عن المركز. كرة أمامية على اليسار تمريرة الرد بعد ذلك حوين لمسة لعوار تحرك لكريم هنا إنه موسى تمريرة خطيرة وفرصة لكن عادت بيرغفاين لا زال بكرة سأتي بيرغفاين لمسة لعوار موسى السريع حوين مرة أخرى بتمريرة حسام يصل وتمريرة الرد لا تكتي وميتاي جانبي ماريو ميتاي إلى الأمام حسام عناصرة تقريبا في مناطق فريق صبري لبوش لام في الهجوم بأكبر عدد من اللاعبين لكن ماذا عن عوار الكرة تصل إلى حسام توقف كبار إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام كرة تصل إلى عوار لمسة الرد عند حسام جهة اليسار مجموعة من التمريرات بيرغفاين حلوة حلوة لكنها في يد أكبر كريم يحاول كريم يتأخر لكن الكعب عالي واللمسة جميلة الكرة بسلام بالنسبة للمرتدات لكن كانتي في كل مكان صراعات وصراع وادي أبيب وادي أبيب وكريم يا إلهي يا إلهي يا إلهي على الأبيلة في الملعب وطقس رائع في الرياض. عوار الموسم بعد 7 جولات كريم عنده 8 أهداف عوار حطها في الجهة اليمنى مصر أهلي على بطولة الدوري عندهم استحقاق آسيوي بطولات أخرى وضغط أكبر الاتحاد تركيز الأعلى على بطولتي من اللاعبين كانتي عوار وكرة خفف من صعوبة هذه المباراة يفتح شوية مساحات ويبقي ميتاي محاولة مرور عطريكي عوار حسام كرات وتمريرات وتغطية وتدخل وإنذار أول بطاقة صفراء تدخل في هذه الوضعية بالسلامة إن شاء الله. نشوفها مرة ثانية واضحة جدا دخل بعنف على قدم عوار هذه اللقطة تدخل وحسام اللي لا زال يتلقى العلاج شاهد اللقطة بعد أن الحكم يخرج البطاقة الحمراوية وفيها تهور واستحق البين لمسة تصل إلى عوار تمريرة الرد حسام حسام لحط التمريرة في منتهى الروعة لم يكن فيها تسلل تمريرة الرد لمصعة ماريو ميتاي خطيرة لعوار كريم بيرغفاين لكن التغطية هي مدرسة الوسطى هذا الموسم إنه الآن عوار يصل كرة حسام عوار للوراء وبعد ذلك عن الكرة الطويلة عن الرأسيات بينية مرة أخرى حسام جهة اليمين مهند سنته وقت لو استمر الأمور والعمل على ما هو عليه لكن ماذا عن المرتدات هذه خطيرة لمصعة الرياض انطلاقة من جانب كوناتي 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 كل الاتحادية بعودة للاتحادية فرصة لحسام كريم يا الله يا إلهي يا حسن لمصعتي ماريو ميتاي تدخل ميتاي ميتاي حسام عوار عوار بتغيير اتجاه اللعب في أقصى اليسار تصل إلى عوار عوار يبحث عن العرضية فاتجاه اللعب في اليسار تصل كرة للموهبة عوار حسام ميتاي حسام جهة اليسار مرة أخرى للبحث للأمام مهند بكرة أخرى تصل إلى عوار مرة حسام عند حسام توقف المدرج يريد هدف يخلي لازمة دياب يحط كرة كريم عداها خطيرة وكرة تزيدها. ما أجمل الهدف ما أجمل كانتي كانتي ما أجمل كانتي شوف كريم عداها وقوله وسجل قوله بالتحدي يا كريم مر كريم كرة يا إله والله
أشتقنا الأيام أنتي بذات القوة، بذات الجودة، بذات الروح القتالية العالية، بنفس العمل في كل المباريات. الاتحاد يصل إلى 21، هذه 21 هدف في هذا الموسم. كرة تصل إلى عوار بيتاي، هذه كرة خطيرة، تمريرة لكنها لا تكتمل. بينما لاموشي بخيارات قليلة واختيارات صعبة وحالة طرق، بدأ الانطلاقة، بدأت التمريرة إلى ديابي، وكرة وفرصة. يا إلهي يا بني كريم، الدفاع تضيع على الهجوم الاتحادي. القلق واضح على صبري لاموشي. انت نقوله يحاول، نقوله لمسة جميلة جميلة، وكرة وفرصة إلى ديابي، ولكن الدفاع يا الكرة لحسام عوار، جهة اليمين أخرى لمصعة حسام عوار صابر إنه تبقى الأمور على حالها بالواحد، وننتظر الدقائق القادمة. أحمد عسيري جميل، صبر وموسى سعد مرة ثانية وثالثة عند عوار. حسام عوار مرة من الأول يكسب كرة، يحاول مع الثاني شوية فردية، اكتسب أو كسب بعد ذلك الرياض الكرة، تدخل وخطأ احتسب حكم المباراة وإنذار. اسمح لي، بإمكاني مر الكرة بالراحة، لكن تدخل وبطاقة صفراء. عوار بطاقة صفراء. بيرغوي تحرك بجانب كريم، بنزيما خطيرا لنجم اياكس توتنهام السابق. عوار طبعا كنت اتكلم على بيرغفاين، يعطي التعليمات وينتظر. كرة تصل من جانب حسام، تغطية وتدخل طوال 90 دقيقة بصخب لا مثيل له. انه نقولو كانتي جميل، عوار حسام، عوار عوار حط الكريم، لكن موسى لحسم الامور. كريم يا الهي يا الهي على الاقطاع، ماذا بعد ذلك؟ يوزع الاهداف، يوزع الكرات، يا كريم يا بوريان، بوريان حكيم. اي لقطة، يحاول بكرة تصل لخيبري، تمريرة خطيرة وكرة وفرصة. يا الهي يا لها من لقطة، رايكوفيتش الوحش رفض، منع، قل ما شئت رايكوفيتش، قل فيه ما شئت رايكوفيتش، لقت بي أمامية. عوار المرتدة طويلة باتجاه كريم، ولكن هل هي حسم الأمور؟ عرضية لك فيها هجمة للرياض بكرة أخرى خطيرة ولمسة وفرصة، لكن الدفاع تعود بعد ذلك. فرصة لمصعة الرياض في هذه التسديدة، ديابي طويلة الكرة أمامية خطيرة، يصل الكرة موسى، موسى ديابي يحاول بلمسة أمامية بهذه الوضعية. إنها ليلة نقولو كانتي ونقاط نقولو كانتي وفوز اتحادي مستحق الليلة في هذه المباراة أمد الاتحاد. أشكركم على حسن المتابعة سيداتي وسادتي.